خلال اجتماعه برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، شدد المجلس الأعلى للجامعات على أنه لن يسمح بتعطيل الدراسة في الجامعات، كما أكد المجلس أن أي تجاوزات من جانب بعض الطلاب سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيالها قد تصل إلى حد الفصل. التعليم محور أساسي لتقدم المجتمعات، والكل ينادي ويطالب بزيادة الاهتمام بالعملية التعليمية وتحسينها، ولا يوجد عاقل يطالب بتعطيل الدراسة وتحصيل العلم لأي سبب من الأسباب. الدكتور حازم الببلاوي رأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لبحث آخر تطورات الأوضاع بها، وأكد أن الحرم الجامعي هو محراب للعلم، والعمل السياسي داخلها يجب أن يسير وفقا للضوابط الجامعية ولا يؤثر على سير العملية التعليمية بها. أهم ما خلص إليه الاجتماع كان التشديد على عدم تعطيل الدراسة بأي شكل واستمرارها خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على ضرورة انتظام العملية التعليمية واحترام الحرم الجامعي. تم أيضا التأكيد على أن الدولة حريصة على تطبيق القانون في إطار دولة سيادة القانون، وأن أي تجاوز من أي طالب سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال هذا التصرف طبقا للوائح الجامعة، وأن هذا قد يصل إلى حد فصل الطالب المخالف. أيضا في هذا السياق تم الإشارة إلى ضرورة تنشيط وتكثيف عقد ندوات توعية خلال الفترة المقبلة لأبنائنا طلبة الجامعات، خاصة في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها مصر، وتوضيح الصورة من كافة جوانبها لهم، وضرورة مشاركتهم، حثهم على ضرورة المشاركة في عملية النهوض بالوطن وعدم الانسياق لأي دعوات هدامة. الاجتماع تطرق إلى بعض المشاكل المالية التي تواجه الجامعات، والتي سيتم التنسيق بشأنها مع السيد وزير المالية للوصول إلى حلول مناسبة لها. تابع لكم نشاط الدكتور حازم الببلاوي، أحمد حسني، التلفزيون المصري.